بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت الأولى، القناة الأولى، وحيا الله كل اللي ناطرين يبي يشاركون في برنامج التجوري. حياكم الله وأيامكم سعيدة وصالحة بالأعمال إن شاء الله، وعسى الله يجعل كل أيامكم بركة يا رب العالمين. توكلنا على الله وما عليه إلا التوكل في هذه الحلقة الجديدة، ولكم التجوري ولنا احنا المتعة والسؤال، احنا نسأل وانت تجاوب، وان شاء الله انت من اللي رابحين بإذن الله. نتوكل على الله ونقول بسم الله في الحلقة، ويلا نشوف مع بعض الشروط شو تقول وراجعين للاستديو. المسابقة 5 مراحل، في كل مرحلة تجوري مقفول، إجابتك بالرقم الصحيح هي مفتاح التجوري. في التجوري الأول 100 دينار، الثاني 200 دينار، الثالث 300 دينار، الرابع 600 دينار، أما الخامس والأخير 1200 دينار. للمسابقة قوانين: 1. في حال حصولك على التجوري الثالث لا يمكن خسارة المبلغ اللي حصلت عليه. 2. الخطأ في التجوري الخامس راح يكلفك خسارة المبلغ بالكامل. 3. يقدر المتسابق بأن يكتفي بالمبلغ وينسحب في أي مرحلة. 4. عندك 10 ثواني بس للإجابة. قو قلبك وارسل رسالة على الواتساب للمشاركة باسمك ورقمك على الرقم اللي على الشاشة. تجوري يا تجوري، وينك يا تجوري؟ وينك يا اللي تبي تاخذ التجوري؟ نقول أبرار حياك الله يا أبرار، صباح الخير. صباح النور، الله يحييك. بارك الله فيك. شلونك يا أبرار؟ خير الله يسلمك. ها نشد الحيل؟ يلا بإذن الله. نقول على بركة الله. على بركة الله، توكلنا على الله. يلا توكلنا على الله. هذه طلعت قدامك 5 تجوريات، 5 صناديق، 5 أرقام سرية، 5 مبالغ متنوعة. شدي حيلك وكل تجوري فيه مبلغ اخذيه وتوكلي على الله. خلي ثقتك بالله كبيرة وخليك جاهزة وتوكلنا على الله. إلى التجوري الأول والسؤال الأول مع أبرار مهدي. أبرار، السؤال الأول يقول: كم عدد آيات سورة الحشر؟ هل هي 24 آية، 28 آية، 42 آية، 48 آية؟ سورة الحشر كم عدد آياتها؟ شق الله الوقت. 24 آية. 24 آية بداية موفقة. حلو، حلوين حلوين. وين تشتغلين يا أبرار؟ وزارة الصحة. حلو، صفوفولة، زين زين. الله يعطيكم الصحة والعافية. ربي يعافيك. شنو وظيفتك في وزارة الصحة؟ أخصائية أشعة طب نووي. اوهوهوهوهو، تخصص حلو بعد، برافو. لا يبا لا لا، روح روح للتجوري، روح معه. هذه ما يلعب وياها نووي على طول. بطل التجوري يا يبا، بطل 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 وعطها له. يلا تستاهل بنت مهدي، تستاهل، مبروك. حلوين، القلب قوي. القلب قوي بإذن الله. يا سلام عليك. زين، بما أن القلب قوي، سورة الحشر 24 آية، وطبعا نقول يا الله يا كريم، وهي من الصور المسبحات التي تبدأ بتسبيح الله عز وجل، سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل هو الذي حشر اليهود وجمعهم خارج المدينة، وهو الذي يحشر الناس ويجمعهم في يوم القيامة للحساب. هذه المعلومة كاملة، أنا أحرص على المعلومة الدينية في شهر رمضان الفضيل عشان تكون مثبتة، لأن الإيمانيات في رمضان
إن شاء الله وغير رمضان عالية بإذن الله. جاهزة يا أبرار؟ يلا بإذن الله جاهزة. شكلك ناوية على كل اللي عندنا. شدي الحيل. يلا نسمع. يلا موفقة يا رب موفقة. كم عدد المواد التي يتكون منها دستور دولة الكويت؟ احنا على الله وعلى هالدستور. كم عدد مواده؟ ها؟ هل هي 154 مادة؟ 166 مادة؟ 172 مادة؟ 183 مادة؟ 183. وشغل الوقت ونقول بسم الله. 183 مادة. 183 مادة. حلوين 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 يا دستور دولة الكويت. كلنا نلوذ بعد الله في الدستور، بعد الله والشريعة الإسلامية نلوذ بالدستور، والدستور فيه 100 وكذا مادة، وهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لتشكيل أو لشكل الدولة، وضع في عام 1962 وقد أعده المجلس التأسيسي وصدق عليه أمير دولة الكويت آنذاك الراحل الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه، لذلك سمي بأبو الدستور. حطينا الرقم، يتبطل ولا ما يتبطل؟ بطل يتبطل. كفو عليك ونص يتبطل بعد. برافو. 183 مادة. حلوين. كمل ولا ننسحب؟ إن شاء الله نكمل. إن شاء الله نكمل. يقول السؤال: كم يبلغ طول عمق خندق مارينا في المحيط الهادي؟ ماريانا. كم يبلغ طول عمق خندق ماريانا في المحيط الهادي؟ هل هو 11 كيلومتر، 14 كيلومتر، 17 كيلومتر، 21 كيلومتر؟ آخ يا خندق ماريانا، كم يبلغ طوله؟ شقل. 11 كيلومتر. 11 كيلومتر. ثبت لها. هو مستطيل الشكل، حيث طول الخندق 2550 كيلومتر في الغرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا، ويصل عمق أبعد نقطة في الخندق إلى، عطني على التجوري ونشوف وين على التجوري. حط لها. قالت 11. قلت 11 ولا ما قلتي؟ قلت 11. بطل لها. برافو. يا سلام عليك. 11. حلوين لي للآن، حلوين. 300 دينار ما حد ينازعج فيهم، ما حد يفصل بينك وبينهم، حلال عليك. إن حبيتي تنسحبين، إن حبيتي تكملين. وين نروح؟ نروح إن شاء الله على اللي بعده. نروح على اللي بعده. أحب أنوه بأن في السؤال الرابع ما تخسرين شيء، لكن في السؤال الخامس الخسارة واردة. ونروح. كم يبلغ وزن أحد مسلات كيلوباترا الموجودة في ساحة كونكوردا؟ 228 طن، 239 طن، 247 طن، 250 طن. وشغل الوقت. رقم 2. اللي هي 239 طن. 239 طن. 239 طن. روح روح للتجوري. روح واثقة البنية يا يبا، واثقة. روح للتجوري.
التجوري الرابع. وقف. شو تتوقعين؟ ما ادري صراحه سيارتها. يلا نشوف يا اخصائيه الاشعه. للاسف الشديد الإجابة الصحيحة هي 250 طن. أحد مسلات كيلوباترا الثلاثة تحتل وسط أو تقع في وسط ساحة الكونكورد مزينة بالكتابة الهيروغليفية، وكانت تزين في الماضي مدخل معبد الأقصر، لكن والي مصر العثماني محمد علي قدم المسلة التي كان عمرها آنذاك نحو 3300 سنة كهدية إلى فرنسا. مبروك عليك 300 دينار، وهذا هو زين حلوين، طلعنا ب 300 ما طلعنا خالين. نروح للتجوري اللي بعده والمتسابق اللي بعده والاتصال اللي بعده، ونايف نقول لك صباح الخير وحياك الله. يا هلا وسهلا نايف، شلونك؟ خير الله يسلمك. جاهز يا اخوك؟ جاهزين. يلا توكلنا على الله، دامك جاهز نقول جاهزين. منو معاك؟ معاي ربعي. ربعك؟ ونعم ربع مأوه. يلا شد حيلك انت وربعك اللي يعينونك. عبد العزيز العنبري، سؤالنا يقول عبد العزيز العنبري لقب المخلص لعب لنادي الكويت، فكم كانت رقم فانيلته؟ 10 15 18 او 20؟ ويلا لك عبد العزيز العنبري، كم كان رقم فانيلته؟ 10 رقم 10. والله انا بمستغرب يعني 10 وشكلك متردد بعد. ها رقم واحد. رقم واحد. يلا انت مو معاي كلش، مع اللي يمك مو معاي انا. انت مركز مع اللي يمك مو مركز معاي. خليك معاي انا، ركز معاي انا لا تحاتي. زين عبد العزيز العنبري من ابرز الهدافين في الكويت، لعب كلاعب كرة سلة وكرة قدم في البدايات، ثم انتقل لعب كرة القدم وحقق مع المنتخب كأس آسيا 1980 ميلادي، وبعدها تأهل إلى كأس العالم عام 1982 وهو وزملائه شاركوا في كأس العالم. روح للتجور الأول، كله بطل لا تعطل. صح الإجابة صحيحة 10 رقمه. روح برافو. حلو 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 حلو. اها نايف هلا، شد الحيل يا اخوك ان شاء الله. يبي لها صحصحه هذه، ما يبي لها نوم واعتمد على فلان وعلان. ها يلا شد الحيل. ما هو ترتيب الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الاب بين رؤساء امريكا؟ 37 ام 39 ام 41 ام 43؟ ما هو ترتيب الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الاب بين رؤساء امريكا؟ وشغل الوقت. رقم اثنين 39. انا ما قلت لك انك مركز مع اللي يمك؟ ها؟ ايه جاوبني بصراحة، انت مركز مع اللي يمك؟ تلفزيون متاخر. لا تركز مع التلفزيون، خليك معايا انا، معايا مع الصوت اكثر من التلفزيون. يلا روح للتجوري. هذا التجوري شوفه، هذا اللي وداك الى بطل وبطل له. ودعنا يا نايف، ودعنا بسبة انه مركز هني وهني وهني وهني، تحس انه مشدوه مو مركز ويا واحد اللي هو صوتي ايش يبي يعطيه. يلا هو الاجابه الرئيس 41
الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1989 إلى عام 1993، ويشار إليه بجورج بوش الأب لتميزه عن ابنه الأكبر جورج دبليو بوش الذي أصبح الرئيس 43 للولايات المتحدة الأمريكية. هذول اثنين من المشتركين، ومن الكويت واحد راحت عليه والثانية طلعت ب300. يا ترى أهل الإمارات إيش راح يقولون؟ الأخت ريما من الإمارات، نقول لها حياك الله حليمة. حياك الله يا حليمة. الله يحييك ويبجيك، تقبل الله طاعتكم أخوي. مرحبا مرحبا، ملايين ولا يسدن على قولتكم، حياكم الله. يا مرحبا بك أخوي، الله يحييك ويبجيك، خليك إن شاء الله تسلم. الأخت العزيزة حياك الله من الإمارات، منين من الإمارات؟ من الشارجة أخوي. يا هلا وسهلا بأهل الشارجة وريح الشارجة وحياكم الله وأجواء الشارجة في رمضان، حياكم الله. الله يحييك. عساكم بخير ووضعكم طيب. اللهم لك الحمد لك الشيخ، دام انكم طيبين احنا الحمد لله، جميع الأمة الإسلامية ان شاء الله بخير وسلام ان شاء الله. الحمد لله. الأخت حليمة انت جاهزة مستعدة؟ نعم مستعدة ان شاء الله. يلا توكل على الله. على الله، بس تراعي الفرق الصوت اخوي لان شوية وصل عندي متأخر، فلو تراعين بهالشيء. من عيوني الثنتين. من عيوني الثنتين. يلا توكلنا على الله. سؤالي يقول في التجوري الأول وأنا وياك مع بعض، كم يبلغ ارتفاع الجبل الأخضر في سلطنة عمان؟ كم يبلغ ارتفاع الجبل الأخضر في سلطنة عمان؟ 2357 متر، 2534 متر، 2836 متر، أم 3000 متر؟ 3000 متر. شغلنا لها الوقت وقالت 3000. حلوين حلوين. الجبل الأخضر، روح للتجوري وقول له يا تجوري الخير، إيش بتقول يا تجوري الخير حق أختنا حليمة؟ ها مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. مشكور، تسلم أخوي. مبروك 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 عليك الجائزة 100 دينار والإجابة الصحيحة 3000 متر، يقع في سلطنة عمان بولاية نزوة، وهو جزء من سلسلة جبال الحجر الحجر أو الحجر، ويشتهر بتنوع منتجاتها الزراعية، ويبعد عن العاصمة مسقط نحو 170 كيلومتر. حلوي نكمل. وكل على الله نكمل. يلا نكمل. عطنا السؤال للتجوري الثاني. كلنا نعرف درب الزلق، مسلسل من أروع المسلسلات، ويا حلاته شفتي حلقاته؟ تقريبا المعظم. اي اكيد ان شاء الله. حلو. السؤال يقول كم عدد حلقات مسلسل درب الزلق؟ 13. هل هو 10 حلقات ولا 12 حلقة ولا 13 حلقة ولا 15 حلقة؟ ها 13. 13، حط لها على 13 حلقة. حلوين. روح للتجوري وقول له يا تجوري الأخت حليمة من الشارجة تقول لك لا تروح بعيد ولا ترجع. هذا المسلسل تم إنتاجه في 1977 تأليف عبد الأمير التركي وإخراج حمدي فريد. مبروك. حلوين. الله يبارك فيك إن شاء الله، ثلاثة أيامك إن شاء الله. هذا لي 200 دينار. نروح للثالث ولا ننسحب؟ ما إن شاء الله ما ننسحب، خير وبركة إن شاء الله بإذن الله. روحي. التجوري الثالث يقول سؤاله كم تبلغ
مساحة حرم جامعة هارفارد؟ كم تبلغ مساحة حرم جامعة هارفارد؟ 433,000 متر مربع، 675,000 متر مربع، 788,000 متر مربع، 850,000 متر مربع. واضح السؤال. شقل الوقت. الإجابة الرابعة 850,000 متر مربع. جامعة هارفارد تقع في مدينة كامبريدج الأمريكية، وهي أكبر جامعة في العالم من حيث المساحة والتجهيزات، وتعد الجامعة أحد أصعب الجامعات في العالم قبولا للطلبة، حيث أن ترتيبها الخامس عالميا من حيث صعوبة القبول. لكن هل هي مثل ما ذكرت هي 850 ولا لا؟ نتفائل خير إن شاء الله. قولي يا رب. يا روح رب. للتجوري. روح للتجوري وقول له هات اللي عندك، ولا روح شوف. أي تبطل، برافو عليك. الحمد لله الحمد لله. برافو. الحمد لله. برافو حلوين. الله. الحمد الآن لله. لو رحنا للسؤال اللي وراه ما في خسارة. خسرنا السؤال، نكون خسرنا السؤال فقط بس ما خسرنا كامل اللعبة. وإذا ربحناه ألف مبروك، 600 وساعتها نقرر. كله خير. شو نقول؟ نروح ولا ننسحب؟ نروح، توكل على الله. يلا حلوين، عطني السؤال. تولت عرش مصر ولعبت دورا هاما أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر، فكم يوم حكمت؟ 40 يوم، 60 يوم، 80 يوم، 100 يوم. معروفة شجرة الدر. شجرة الدر، هي نعم. يمكن 80. أنا شاكة بين 60 و80. حطوا لك 80. أنت قلتي 80 وحطوا لك 80. أعطوني خلاص. ما بين 60 و80. أنت شاكة 60 و80. 60 و80. 60 و80. 60 و80. 60. حط. وأنت قلتي أنا شاكة. روح بين 60 و80. ساعدني. روح خلاص، اختاروا 80. مشوا على أول كلام لك. يلا خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. ها شو يقول؟ شو يقول؟ يقول هي قالت 80 وهم فرحانين فيك وحطوا لك 80. برافو. الحمد لله. الحمد لله. والله بالصدفة. رب رمية من غير رامي. يلا مبروك. الله يبارك فيك. مشكور، جزاك الله خير. بيض الله وجهك. لحظة، وين رايحة؟ لحظة، تو الناس باجي 1200. لا لا لا، الله يخليك. اكتفينا. قناعة كنز لا يفنى. يلا توكلنا على الله. يلا بالمبارك عليك وسلامنا لأهل الشارجة كلهم، وعسى الله يحفظكم يا رب. مع ألف سلامة لأختنا العزيزة. شجرة الدر تولت عرش مصر لمدة 80 يوما بمبايعة من المماليك وأعيان الدولة بعد وفاة السلطان الصالح أيوب، ثم تنازلت عن العرش لزوجها المعز إبك التركماني. مبروك للأخت حليمة، واللي جاي نقول له مبروك، واللي وراها منقول له مبروك بعد هذا الإعلان وهذا الفاصل. أوح. العشير، الله يا العشير، هذا الرفيج اللي بدي راحتك على كل شيء، يضبط لك القعدة إذا أنت متعور، يداريك، يسنع لك أمورك. يا أخي شوف شوفتك يا أخي، حب حب بدون مقابل. أف قاعد تحاسبني؟
وين رفيج العمر و... توني قاعد اقول بدون مقابل. اوكي حلو، انت فاهم المثل غلط. وايد زين، يلا بس في مثل يعني سيم سيم، عرفتوا؟ احنا المطاحن، الجيل الحالي وجيل الطيبين، احنا المطاحن والتموين للكويت، امن غذائي وتامين، بالازمات اذراعك اليمين، احنا لاطفالك خير معين، اي شيء بخاطرك نقول لك تامر، من هالعين قبل هالعين، احنا اللي تعرفونا من سنه 60، احنا المطاحن. عطها 1200، برافو، ألف مبروك الأخت سهام مطرود، 1200، وقبلك أميرة خلت 1200 و600 دينار. اليوم العنصر النسائي مكتسح. أهلا وسهلا فيكم، ونستكمل حلقتنا في برنامج التجوري، وأهلا بالرابحين. الرابحين سواء كان بالاستديو ولا خارج الاستديو، الآن جاء الدور إلى التجوري اللي يلف الشوارع ويدور اللي يبونه ويدور اللي بيحصلون عليه، ويقول التجوري الخارجي شو يقول؟ يقول القرآن الكريم هو كتاب الله أنزله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، وللقرآن الكريم أثر وفضل في توحيد وتطوير اللغة العربية وآدابها وعلومها الصرفية والنحوية. شوفوا هذا السؤال للي موجودين برا، ونرجع مرة ثانية معاكم. كم عدد سور القرآن الكريم؟ اختيارات 111، 114، 121، 124. تروالي يمكن 114 إن شاء الله. راح اختار 114. السؤال اتوقع 124. الأخت الفائزة، هو بالفعل 114 وجاوبت في ثانية واحدة، مبروك لها، مبروك. وأيضا نبي نقول مبروك، ليش ما نبي نقول مبروك؟ ابتسام في انتظارنا، ونقول لها يا ابتسام صباح الخير يا ابتسام. يلا ابتسام، ابتسام صباح الخير يا ابتسام. يلا ما تبي ترد ابتسام، طالع لما يأتي الحظ حق ابتسام وهي ما تبي ترد. إذن ماشي، على ما تأتي ابتسام نقول لكم إحنا هذا السؤال اللي يتجول من إلى من إلى من إلى، يروح ويعطيك معلومة، والمعلومة أيضا في إجابة، تجدون الإجابة موجودة عليكم في عندكم في الاختيارات،
وأسرع واحد يجاوب بالثواني خلال العشر ثواني اللي نعطيها له يحصل على هذه الجائزة في هذا السؤال. ويروحون ممشى ويروحون سوق ويروحون أماكن متعددة قد ما يقدرون وقت تواجد الناس يفتحون المجال لهم ويدخلون من خلال السؤال على طبعاً الجائزة اللي حطيناها. نرد بعد ونقول حق المتصلين الأفاضل لا تركز، لا تركز فقط في الإجابات والشاشة، ركز في كلامي أنا وياك. ونقول فاطمة صباح الخير يا فاطمة. صباح النور. حياك الله. قصر لي صوت الموسيقى بالاستديو خلنا نسمع لو تكرمت بس بعد إذنك. يلا فاطمة صباح الخير يا فاطمة، شلونك؟ صباح النور وخير الله يسلمك. يا هلا وسهلا حياك الله. الله يحييك. تبينا ولا ما تبينا؟ نبيك. حياك الله. الله يحييك. تبين اللي عندنا ولا ما تبينا؟ نبيك. نبيك انت واللي عندك ها؟ يلا شد الحيل، نقول بسم الله. بسم الله. يلا. في أي عام بني بوم فتح الخير؟ بوم فتح الخير في أي عام تم بناء هذا البوم؟ هل هو في 1908 1928 ميلادي أم 1938 ميلادي وهو بوم السفار فتح الخير متى؟ الرابع. يلا. الرابع. الرابع 1938. البوم السفار فتح الخير هو السفينة الوحيدة التي لا تزال موجودة منذ فترة ما قبل النفط وحاليا موجود في المركز العلمي ليبقى علامة من علامات التاريخ الأصيل. 1938 ولا لا؟ روح للتجوري. يا تجوري بطل يبا غصبا عنك، نبيك حق فاطمة تبطل، كفو عليك. ها شلوننا؟ خير انت شلونك؟ نكمل؟ نكمل. يلا نشد الحيل، بناتك حوالينك الظاهر. ايه بناتك. الله يحفظهم يا رب، الله يحفظهم. محافظة. طيب نروح للتجور اللي وراه ولا لا؟ روح. يلا روح. خط الاستواء يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي، فكم دولة يمر بها هذا الخط؟ يعني كم دولة يمر بها خط الاستواء؟ كم دولة يمر بها خط الاستواء؟ 11 دولة ولا 13 دولة ولا 15 دولة ولا 17 دولة؟ كم دولة يمر بها خط الاستواء؟ شغل الوقت. الجواب الثاني. الثاني 13 دولة. حلوي. انت ما شاء الله عليك صايد الطير على قولتهم. اريح حالي واقول لك الاول والثانية والثالث على حسب ما ياتيني من معلومة، صح؟ عدل؟ عدل. يلا بالعافية عليك، بالعافية عليك. الله يعافيك. بطل لها يبا، بطل لها 13 قالت، بطل بطل، تستاهل تستاهل، مبروك مبروك مبروك. الإجابة 13 دولة. يلاحظ أن المناخ في الدول الواقعة في خط الاستواء أكثر دفئاً طوال العام من دول العالم الأخرى، ويعود السبب في ذلك إلى تعرض خط الاستواء لأشعة الشمس طوال العام. نروح نكمل؟ نروح. الله، عاد قبل لا يطلع السؤال، إيش كثر تحبين من أغاني أو منو تحبين من المطربين؟ ما لو تأول ولا الحين؟ والله ما الأول. إيه منو ما الأول؟ منو تحبين؟
عبد الكريم واحد. عيال وقف، عطي السؤال، دام تحبين عبد الكريم اخذه يلا. يقول السؤال: في أي عام قدم الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر الفنان الكبير أغنية وطن النهار؟ هل هو في عام 1990 ولا بعد ذلك بعام 1991 ولا 1992 ولا 1993؟ في أي عام قدم الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر أغنية وطن النهار؟ يعني متى أصدرت هذه الأغنية؟ شغل الوقت. واحد وتسعين بالاستقلال. إيه صح، 91 بالاستقلال. تقصدين التحرير؟ إيه في التحرير. عدل والله ما أبيش تخسرين يا ما أبيش تخسرين يا فاطمة. أم شنو أنتي؟ شي يقولوا لك أم شنو؟ أم هاني ضوية. أو نعم على راسي هاني وإخوانا على راسي. يا الله يرحمه رحمة الله عليه. الله عليه. طيب أنت قلتي 1991، خلنا نشوف التجوري الثالث. حط لها 1 9 9 1. تحبين أغانية؟ اي بس والله سبع أغاني. شنو تحبي من أغاني عبد الكريم؟ ها؟ وطني. تحبين وطن النهار؟ ها بطل لها يبا، بطل. بالمبارك عليك، بالمبارك. يلا 300 دينار، بالمبارك عليك. الله يبارك. نكمل أم هاني؟ نكمل يبا ولا لا؟ نكمل بس ما خسرت. لا ما خسرت، لا تخافي ما خسرت. يلا نكمل. أنا بح هل يمك ويعلمك هذا ليش ما يتحكى وياك؟ لا هذه أنا جاوبتها، هذه ما تستغلال هذه. زين يعني هذه أنت عارفتها ها؟ طيب يلا نروح للسؤال اللي وراه. نروح مكتبة اشتق اسمها من اللفظ أوسكورياس خسرت الكثير بسبب حريق اندلع في أي عام؟ هل هو في عام 1667 ميلادي، 1671 ميلادي، 1677 ميلادي، أم 1761 ميلادي؟ 61 ميلادي. ها شغل الوقت. الرابع. اطلها الرابع. هذا صوت منو هذا يمك؟ شكله ولدك العود. انا جاوبت الرابع. انت اللي جاوبتي؟ اي. هو شنو قال لك؟ ما حد ما سمعت والله احد. انا حاطه بالي عليك. يلا الرابع عدل. انا حظي. نشوف هذا انا احنا وحظنا. نشوف احنا وحظنا. روح حق التجوري وقول له يا تجوري اميتنا العزيزه فاطمه قالت ام ها ام هاني. ام هاني للاسف اجابه خاطئه، لكن مبروك عليك ال 300 دينار. هم وخسارة، طلعتي ب 300 دينار وبنبارك عليك ال 300 دينار. يلا عافية. حلوة والله يا حلات أم هاني ها؟ تقول أنا اخترت، مو هم اللي اختاروا، مصممة هي اللي اختارت. يلا هي 1671 مكتبة الأوسكوريال، مكتبة الأوسكوريال أيقونة إسبانية مثلت نموذجا لروح العصر الجديد في أوروبا، وتشتهر المكتبة باستعادتها لمناخات الأندلس وأيام الحضارة من خلال احتوائها على أكبر مجموعة من المخطوطات العربية القديمة. الآن بناخذكم من قلب الكويت إلى بيروت الأبية. حي الله البيروت.
ويا فاطمه مساء الخير وصباح الخير من بيروت، اهلا وسهلا. مساء النور، كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله بتنعاد عليكم بالصحه والعافيه. يا رب وانت بخير وصحه وسلامه وينعاد عليكم يا رب. من وين؟ من بيروت ولا من وين؟ انا من بيروت، بالتحديد من الاشرفيه. اهلا وسهلا باهل الاشرفيه، حياكم الله. حي. يلا مستعده؟ ايه مستعده. يلا توكلنا على الله. فاطمة أبي أحكي لك حكاية أختين اسمهم رقية وسبيكة. هذول الأثنين تعرفين هالمسلسل ولا ما تعرفينه؟ سامعة فيه. طيب رقية هي سعاد عبد الله عسى الله يحفظها، فنانة كبيرة. وسبيكة هي حياة الفهد، فنانة كبيرة أيضا ولا تقل وزنا، يعملون في سوق الحريم، كان مسلسل رائع. فمتى عرض هذا المسلسل؟ مسلسل رقية وسبيكة، متى عرض؟ 1982، 1984، 1986، 1988. ويا. إن شاء الله بقول 1986. 1986 رقية وسبيكة اختين في سوق الحريم ياخذون مساعدات من وزارة الشؤون، لكن بعد تثمين بيتهم بقيمة 1,000,000 دينار صاروا من أكابر القوم وتجارة، وأسسوا شركة كبيرة، لكن تعرضوا لعملية نصب واحتيال متكررة الأمر الذي أدى إلى إفلاسهم مرة واحدة، وردوا أيضا لشنو؟ لحالهم الأولي. أحداث جميلة كوميدية رائعة تتمثل إن شاء الله بتابعوا بعد رمضان. تابعي لازم تتابعينا. روحي شوفي الإجابة اللي أنت اخترتيها صح ولا غلط. هني الكلام عاد بطل التجوري، كله بطل وعاد. فاطمة مبروك 100 دينار، إجابة صحيحة. طيب نروح للسؤال اللي وراه. يلا إن شاء الله. يلا متى وضع حجر الأساس للمتحف القومي للحضارة المصرية؟ متى وضع حجر الأساس للمتحف القومي للحضارة المصرية؟ 2002 أم 2005 أم 2007 أم 2009 ميلادي؟ ها 2002 ولا 5 ولا 7 ولا 9 ميلادي؟ وشغل الوقت. إحساسي بيقول لي أنه 2002. إحنا معك 2002 2000، احنا مالنا الا نتبع احساسك، وين يقول احساسك واجابتك. 2002. روح للتجوري وافصل ما بين احساسها وما بين الاجابه الصحيحه، وقول للتجوري بطل يا تجوري او لا تبطل، افتح او لا تفتح، روح او لا تروح. يلا مبروك. الله يبارك فيك. حلوين. 2002 متحف يقع في مدينة الفسطاط، يطل على بحيرة طبيعية بالقاهرة، ويعد أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية. يستوعب المتحف 50,000 قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية. واحتفلت مصر مؤخرا بنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة من مواقعهم في المتحف المصري في ميدان التحرير إلى الموقع الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية. فول انفورميشن، ما في بعد هيك شيء ابدا. اوكي يلا نكمل ولا ننسحب؟ لا بدي اكمل ان شاء الله. يلا روح للسؤال اللي وراه. يقول كم عدد حروف الأبجدية او الأبجدية الأوغاريتية التي كشفت أو اكتشفت في سوريا عام 1928؟ هل هي 22 حرف أم 25 حرف
أم 30 حرف أم 33 حرف؟ والإجابة عندك والوقت شقا. سؤال شوي صعب. الأوغاريتية كم حرف؟ إن شاء الله بقول ما بعرف يعني، بس إن شاء الله بقول 30. 30، يلا مشلحة 30. المرة الجاية الوقت شقال، ما نقدر نأخر عن الوقت، بس هالمرة نبي نتجاوز كون هالمشاركة من برا. 30 حرف وما بتعرفي مثل ما أنت قلتي، ما أعرف، رب رمية من غير رامي، صح ولا لا؟ صح. روح للتجوري. التجوري شو يقول؟ يقول رب رمية من غير رامي، رب ورب لا. مبروك، برافو. 30 حرف. الأوغاريتية أبجدية سورية قديمة عاصرة الأكادية والسومرية. صراحة أنا كمان بدي أقتل اللي معي على هالسؤال يعني. لا كتير صعب. ولو يا جماعة ولو. وهي لغة سامية استعملت في تدوين اللغة الأوغاريتية حوالي 1500 قبل الميلاد، وتعتبر أكمل الأبجديات وأكثرها شمولاً على الإطلاق. يلا إن شاء الله اللي بعده سهل، لأنه نعمل عديتي مرحلة الخطر خلاص الحين. الحمد لله. إذا استمرينا رايحين إلى 600 دينار وما فيها خسارة. أكيد بدي استمر. نروح نروح. يلا عطنا السؤال. متى توفي الرسام صاحب لوحة أزهار السوسن؟ أزهار السوسن، متى توفي الرسام صاحب لوحة أزهار السوسن؟ 1788، 1799، 1856، أم 1890؟ متى توفي الرسام صاحب لوحة أزهار السوسن؟ شق الوقت. 1890 إن شاء الله. 1890. من هو؟ تعرفين من هو؟ فان جوخ. ها؟ بدأت فان جوخ هيك شيء. فان جوخ. فينست. فينست. فان جوخ. ما ما ما, ما خلاص. بس هل هي 1980 ولا لا؟ هني الكلام، خل نروح نشوف. 1890. 1890. لا تخافين، مسجله، لا تحاتين. فكرت انا اللي غلط مو انت. يلا روح شوف يا فان جوخ. يلا ان شاء الله. خلها تتوكل على الله وتروح. برافو. شكرا من كل قلبي، كثير انبسطت. يا اهلا وسهلا. فان جوخ كان رسام هولندي تضمن رسومه بعضا من اكثر القطع شهره وشعبيه واغلاها سعرا في العالم، ورغم ان لوحاته اليوم تباع بالملايين الا انه عاش فقيرا. مبروك عليك 600 دينار. الله يبارك فيك. لو رحنا لل 1200 وجازفنا ها؟ شو بتنصحنا؟ نروح؟ لا لا لا، بس أنا بدي نصيحتك. لا أنا في هالحالة ما أقدر، أنا ممكن أساعد في الأسئلة الأولى، أحاول قد ما أقدر يعني أعطي فرصة غيره، لكن في السؤال الأخير أنا مكبلة يداي. كفي هالأرض. كفي هالأرض. أنا عن جد كثير انبسطت معكم بهذا البرنامج لأبدع. أهلا وسهلا. شرفتونا يا أهل لبنان، حياكم الله. تسلم. مبروك لفاطمة من الأشرفية، حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك. وسعداء جدا في وجودكم معنا، واهلا وسهلا بكل من يشارك من اي بلد، حياكم الله.
وين نروح؟ مسك الختام سيكون مع مسك بإذن الله. مسك صباح الخير يا مسك. صباح النور. أهلين. لا كذي راح ننام مسك إحنا. ما علي. حيك. إيه. ما علي شيء تعبانة. ما علي شيء تعبانة. كلنا تعبانين والله. الله يستر. وي محجورة بروحي وما في أحد يساعدني. بعد. إي والله. يلا. خلنا نلحق على الوقت يا مسك ونقول بسم الله. يلا. نروح. يلا. نروح. عطونا. متى تأسست محافظة مبارك الكبير بعد أن كانت مناطقها موزعة على محافظة الأحمدي وحولي والفروانية؟ اجتمعت وصارت محافظة واحدة. متى هذا كان؟ 1992، 1995، 1999 ولا 2000؟ ويلا. 1999. 1999. وروح للإجابة. خلنا نشوف التجوري. يقول له تجوري بطل سريعا 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 سريعا. مبروك مبروك عليك. الحمد لله. محافظة مبارك الكبير أطلق على محافظة مبارك الكبير هذا الاسم نسبة إلى الحاكم السابع لدولة الكويت الشيخ مبارك الصباح طيب الله ثراه، وتعتبر آخر محافظة من حيث التأسيس. جاهزة؟ جاهزة. الروح؟ الروح. يلا بأخذك من محافظة مبارك الكبير إلى متحف اللوفر في أبوظبي. وسؤالي يقول متى افتتح متحف اللوفر في أبوظبي؟ متى تم افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي؟ 1988، 1993، 2005 أم 2017؟ واضح السؤال. 2017. شغل الوقت. كم؟ 2017. الله. هل هو 2017 ولا غيره؟ هو متحف فني أنشئ بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدينة أبوظبي والحكومة الفرنسية لعرض الآثار الفنية من جميع أنحاء العالم ليكون حلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي. هل هو 2017؟ الحين بنشوف. روح للتجوري اللي أكد المعلومة. التجوري صح ولا لا؟ صح. شو تقولي؟ إن شاء الله 2017. يا سلام عليك. يلا برافو برافو. نكمل نكمل. روح. أنت محجورة؟ إي والله بروحي. يلا يلا الله يعين. 200 دينار مع الحجر زينين حلوين. يلا. إيه زين. السؤال يقول زعيم سياسي هندي في أي عام قرر البدء بالصيام حتى الموت؟ بالصيام حتى الموت الزعيم الهندي. 1918 ميلادي، 1928 ميلادي، 1932 ميلادي، 1947 ميلادي. المهاتما غاندي. يلا شقد. 1932. حط لها 1932 وروح على التجوري وقول له يا تجوري غاندي عطني اللي عندك يا غاندي. 300 دينار برافو. غاندي هو الزعيم الأكثر شعبية في الهند، اشتهر بثقافة اللاعنف وسياسة المقاومة السلمية. يلا مبروك الحين 300 دينار. نروح للي وراه ولا ننسحب؟ لا ننسحب بس. بس كافي؟ اي كافي. اخاف بعد. يلا. ما انت كذي كذي ما راح تخسرين. يلا حلوي يا مسك. أهلين. يا بنت حمد. هلا. كافي؟ إيه كافي. يلا بالمبارك عليك. ألف 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 مبروك عليك. اكتفت مسك بالثلاثمية دينار وحتى ما تبي تعرف شنو السؤال الجاي، تزيد رصيدها ولا ما تزيد براحتها. قررت أنها
تمشي في 300 دينار ومبروك عليها 300 دينار وإحنا شبق علينا؟ إحنا ما بقى علينا شيء. سبحان الله كأنها تدري إن إحنا وصلنا لنهاية البرنامج. مشكورة لمسك اللي انسحبت معانا ب 300 دينار واكتفت بال 300 وما تشوفين شر يا مسك، وإن شاء الله ربي يقومكم بالسلامة ويبعد عنكم شرور هالدنيا اللهم آمين. كنا مع بعض، حليمة من الإمارات حصلت على 600 دينار، وأبرار من الكويت حصلت على 300 دينار، وفاطمة عبد الله حصلت على 300 دينار، وفاطمة من بيروت حصلت على 600 دينار، ومسك من الكويت آخر المتصلات حصلت على 300 دينار بدون ما تعني نفسها وتروح إلى الستمية، قالت يبا لهني وطلعوني خلاص أنا مكتفية. وأنا أقول مبروك عليكم كلكم، دائما موفقين بإذن الله، الدور والباجي على اللي باكر، نشوفكم على خير ومحبة بإذن الله، مع ألف سلامة.